سيف، انا سيف، ما تخافيش. انت بتعمل ايه هنا؟ وربنا انا مظلوم وما كنتش عارف انام غير لما اجي افهمك الحقيقه. حقيقه ايه؟ البنت اللي شفناها نعرفها فعلا، بس مش زي ما انت فاهمه. امال انت عارفه دي بتشتغل ايه؟ ايه؟ قواده. يعني ايه؟ بتجيب لي شغل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ده رايح يعمل غريش، حد يخبط على الناس في منتصف الليل كده. حرامي يا سعد البيه، حرامي حرامي. صح البيه بسرعه. حرامي في ايه يا درويش؟ في ايه؟ حرامي يا سعد البيه. حرامي فين؟ حسيت بحركه كده غريبه في الجنينه وسمعت الست بوسي بتصرخ. بوسي بوسي بيتك صحيت البيت كله. بوسي 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 بوسي. في البيت ايه اللي جابك هنا؟ تلاش يا باشا، هو جري بس هنجيب امه. هو مين؟ حرام يا باشا. انما انت جيت هنا ازاي؟ مين؟ انت جيت هنا ازاي؟ انا؟ ايوه. لا ده انا اصلي كنت بمر في دوريه ولقيت الحرامي متشعلق في البلكونه. فطلعت اجري وراه، الزار حس بيا جري يا باشا. بس هيروح فين؟ هنجيب امه. شوف الداخليه يا اخي، يعني الحرامي حتى قبل ما يفكر انه ينوي ينط على حد يلاقي الحكومه قدامه. سيبوني انا هغرقه ميه. نار، ضرب نار، والساعه الثالثه بعد نص الليل. انتوا ايه؟ مفيش احساس؟ ده انتوا ارهابيين. يا رب الحل من عندك انت يا رب. يا تاخدني انا وتريحني، يا تاخدهم هما وتريحني برضو. ايه يا حاج عبد العزيز؟ في ايه؟ انت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ انتوا اللي مصحيني. ضرب نار، ضرب نار يا بهجت بيه. حرامي، حرامي ولط علينا والبوليس معانا اهو. مساء الخير يا حاج عبد العزيز، ازيك عامل ايه؟ انا مش عاوزك تقلق، انا مش عايزكم تقلقوا يا جماعه، انا عايز كله ينام ويطمن، احنا حواليكوا وبنحميكوا. خش نام يا حاج عبد العزيز، خش نام انت. هنام؟ حد يسكن جنب دول ويعرف ينام؟ طب يا باشا استأذن انا بقى. رايح فين؟ همشي. تمشي بليه؟ انت رايح فين؟ انا مش عايز ازعجك. مش عايز ازعجني ايه؟ ده انت ضارب نار. يلا اخرج من الباب، يلا. ماشي يا باشا. تصبحوا على خير، انا مش عاوز حد يقلق، احنا حواليكوا وبنحميكوا، مش عايز حد يقلق. ربنا يقويك. الحرامي ده هنجيب امه. ضروري. السلام عليكم. يلا قولي ده خليه معاكي عشان لو اي حد جه على طول تروح تخاب الميه. ها اكيد. ولا خليه معايا عشان ابلع مال العيال بالليل. ماشي.